دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توجيه رسالة إلى شعوب العالم تؤكد إدراك قادته لعظم المسؤولية، كما دعا فخامة الرئيس إلى توجيه رسالة أمل لشعوب العالم بأن الغد سيكون أفضل من اليوم. هنا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عزم المسؤولية ويرون بعينهم فداحة الكارثة الإنسانية ويتألمون من أعماق قلوبهم لكل طفل بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه، يأتيه الموت بقذيفة أو قصف، أو يأتي بطيئاً لجرح لا يجد دواءه أو لجوع لا يجد زاده. دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غداً سيكون أفضل من اليوم.